يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجارية اللي حضرت أم الولد نقلت الحدث للجواري، والجواري نقلوا الحدث لسيدات البيوت زوجات الوزراء، ودقائق انتشر الخبر في مصر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ضل كيف عبد عندها ترى؟ فلما سمعت بمكرهن، جاءها الخبر، أرسلت إليهن دعوات، كل واحدة أرسلت لجارية تعالي مدعوة للغداء، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وقالت ليوسف، صعدت على يوسف وقالت له تجهز والبس ورتب أمورك واليوم طالعين نبيك في مشوار. فتجهز يوسف مو داري السالفة ولبس وتزين وكل شيء، وداخل قالت بعد 5 دقائق انزل علينا، هو غرفته فوق وهم في الصالة تحت، 40 امرأة سيدات مصر زوجات وزراء وزوجات كبار شخصيات. وقالت اخرج عليهن، يلا انزل. فلما رأينه أكبرنه، كل واحدة قدامها تفاح وقدامها فواكه قاعدة تقطع الطالة كده. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، قطعن ليست قطعن، شو الفرق؟ مثل غلقت وليست تقطع، تقطع متوالية، قطعنا أيديهن إيه مرة، وربما يوم تقطعت هذه أخذت السكين وقطعت الثاني حطت التفاح، فقطعنا أيديهن، ما تشوف إلا المقطعة، الدم يسيل ما شافوه ولا شعروا بشيء. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله، هذا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، مو ملك عادي هذا، يا ابن جبريل جاينا هنا، والله ميكائيل، والله ملك من كبار الملائكة، ما هو ملك عادي حاشا لله. طيب ليش قالوا ملك كريم؟ لأنه داعية، والداعية ما ينظر للنساء، أول ما شافهم حريم غمض عيونه وما طالع في واحدة أو نزل رأسه وما طالع في أي واحدة منهم، وهم ينادوهم من كل مكان يوسف يوسف وما طالع في أي واحدة. شفت كيف؟ لا يقول هذا يمكن يطالع فيني أنا أشمل يوسف، كل الحركات ما كأنه صم لا يسمع وكأنه أعمى لا يبصر، وثابت مكانه، الجمال كله، الهيبة كلها، القدس القدسية كلها، الطهارة، النقاء، كل شيء فيه، جمال الشكل، جمال الخلق، جمال الخلق، شيء عظيم. والمرأة تحب اللي يعرض عنها، على فكرة اللي ما يعطي قيمة هذا تحبه، واللي يجري خلفها هذا كالكلب تطرد، طبيعة النساء دائما المتذلل لهم يركب على رأسه، واللي متعالي عليهم يخضعوا تحته. فزادهم حب فيه وتعلق، إباءوا وعدم نظروا لهم، قام شغفهم كلهم حبهم مو بس هي. فيوم قطعوا أيديهن تكلمت هي، قالت فذلك، ذاك الراجل شايفينه الذي لمتنني فيه، أنا قالت صار له معي 20 سنة ما قطعت يد، ما قطعت ولا واحدة من يدي، وأنتم لحظة واحدة قطعتم أيديكم، هي قطع قميصه هو مو يده، هي ما كانت تبغى تقطع قميصه لولا انه ذهب وابى. المهم شعرت هي انها غلبتهم وانها صارت اقوى منهم واشجع منهم واحسن منهم، ورجعوا كل واحده يديها ملفوفه في خرقه لزوجها، يسال الزوج ايش فيك يدك؟ والله كنت نقطع بصل و...
نطبخ وقطعت يدك هذه، طيب يدك ثانية، والله يدي ثانية انشرحت كمان شوي. أعذار أقبح من ذنب. أعذار وهي يوم الجمعة مجلس الوزراء، وش اللي صار؟ والله زوجتي اليوم جات يدها، حتى أنا زوجتي جات يدها، حتى أنا زوجتي، حتى أنا، حتى أنا، حتى أنا، كل الوزراء أيادي زوجاتهم مقطعة. الملك قال إيش السالفة؟ وش السبب؟ والله السبب العزيز عنده واحد فتن النساء. يا أخي مرة يعني ما إحنا صرنا ولا شيء، ما نقدر نظهر معه، حريمنا أزواجنا سيذهبون عنا. قال إذا نسجنوه، قرار أمر من الملك يسجن. رأوا أنه لا بد أن يسجن، وصدر أمر بسجن يوسف عليه السلام، ومن التكريم أكرمي مثواه إلى السجن. والسجن في مصر وقتئذ الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. الداخل فيه مفقود ما حد يسأل عنه، والخارج منه مولود، أعطاه الله حياة جديدة، يعني بمعنى الموت، سجن مؤبد. وكان أصلاً القرار بالسجن المؤبد، لا يخرج حتى يموت. سجن مؤبد للكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يحكم عليه بالسجن ظلما، سجن مؤبد بلا سبب، إلا أنه جميل، إلا أنه عفيف، إلا أنه ما غدر. وش سوى لهم حتى قطعوا أيديهم؟ ما هم اللي قطعوا أيديهم، يوسف ما قطع يد ولا واحدة، صح ولا لا؟ إذا مظلوم. اللي حصل أنه أول ما دخل السجن حصلت مشكلة في القصر، قصر الرئاسة ولا قصر الملك، أنه فيه محاولة اغتيال للملك، فيه أصحاب الكهنوت الكهنة زعلانين من الملك وأرادوا أن يتخلصوا منه، يقضوا عليه. فجاءوا لصاحب الشراب قالوا له نعطيك مبلغ من المال والذهب، شوية سم حطوا للملك في الشراب يشربه ويموت وانتهوا منه. قال لا، أنا لا أخون الملك. فذهبوا لصاحب الطعام قالوا نعطوك من الذهب ونعطوك من المال ونزوجوك من بناتنا، بس نعطوك شوية سم حطوا في الطعام الملك. قال أبشروا، هاتوا. الملك عنده موظف خاص اسمه الذواق، هذا الموظف أي شيء جاي للملك قبل لا يأكل الملك يذوقه، وقبل لا يشرب يذوق. وهذا إذا مالح يقول ما يصلح لك الملك، هذا في ملح زايد، هذا ما يصلح ما في ملح، هذا ما يصلح حلاوة زايدة، هذا ما يصلح مالح إلى آخره. هذا مهمة وظيفة الذواق، وظيفة جميلة وجليلة وكبيرة وراتبة كبير، أكبر من وظائف وزارة. نعم نعم، من مستعد يصير ذواق؟ المهم هذا يأكل ويشرب يأخذ فلوس وجنب الملك. لكن المهمة هذه للأسف يوم جاء الشراب الذواق قالوا زين اشرب يا ملك، يوم جاء الأكل مضغ منه بلع مات في مكانه، مات بعد شوي. الملك طبعا ما أكل لأن هذا بدأ يتأثر في السم، فلا عرفوا السم جاه من الشراب والله جاء لهم الأكل. جاءوا الأطباء شوي مات، قال هذا مسموم وفي السم يا في الشراب يا في الطعام. قال أمر جيبوا رئيس الطباخين وجيبوا رئيس السقايين واسجنوهم الاثنين. وقت دخول يوسف للسجن دخلوا بعده مباشرة، ودخل معه السجن فتيان. الاثنين اللي دخلوا شافوا جمال يوسف والنور في وجه يوسف وأحبوه من قبل لا يتعرفوا عليه. سيني ويوسف وصاحب السجن جاء خبرهم من قبل وعارف ان هذا سينجو وذاك سيقتل. تفسير اصلا عنده قبل لا يجوا صاحب السجن، قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سرعه سمان ياكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسه. فقال له اجمع 40 امراه اللي حضرت معروفين بالتقطيع، وهذا من حكمه الله انهم قطعنا ايديهم، لو ما قطعوا ايديهم ما وجد يوسف شيء برا. سيني ويوسف.